السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. تعالوا النهاردة نتعلم مع بعض طريقة عمل شال كروشيه مثلث بغرزة مميزة جدا جدا، وأنا كمان هشرحها معاكم بالتفصيل علشان المبتدئين يقدروا ينفذوها بسهولة. بس طبعا ما تنسوش، لو دي أول مرة بتشوفوا القناة أهلا وسهلا بيكم، وتفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. هبدأ شغلي من قاعدة المثلث لرأس المثلث، وده الخيط اللي انا هستخدمه. استخدموا اي خيط انتوا عايزينه للغرزة دي، بس افضل خيط هو الفتلة المتوسطة. الابرة بتاعتي هنا رقم 4 مليمتر، والخيط اللي معايا خيط متوسط السمك. يلا نبدأ. اول حاجة هنشتغل عقدة البداية. معايا كده طرف الخيط، بشتغل عقدة البداية بمنتهى البساطة، ونبتدي نرتفع 1 2 3 4 5 سلسلة. هرجع لسلسلة رقم 1 وهكون من الخمس سلاسل دول حلقة وابدأ اشتغل جواها. نطلع كده من اللفة وادي اللفة التانية. انا كده قفلت الحلقة بتاعتي وهبدأ اشتغل هنا دلوقتي. هنبدأ من القاعدة زي ما قلتلكو، ارتفع 3 سلسلة بعتبرهم عمود بلفة، ولسه مكملة شغل جوا نفس الحلقة. بلف الخيط وبدخل هنا وبشتغل العمود بلفة رقم 2، وادي كده العمود بلفة رقم 3، وهلف الخيط وادي العمود بلفة رقم 4. ادي كده 3 سلاسل وبعدهم 3 اعمدة، 2 سلسلة فاصل، وهرجع اشتغل تاني نفس العدد من الاعمدة. عمود بلفة، طرف الخيط معايا طبعا واخده معايا تحت الجرس طول ما انا شغالة، وادي العمود التاني وكده رقم 3. اشتغلت 3 عمود بلفة. بعد كده هرتفع فاصل 2 سلسلة، وهرجع تاني جوه نفس الحلقة اشتغل نفس العدد من الاعمدة اللي هو 3 عمود بلفة. كده 1 2، وادي العمود بلفة رقم 3. خلينا نقول ان انا كده اشتغلت 3 مجموعات، او شايفين كده 3 مجموعات من الاعمدة. الفاصل بتاعي 2 سلسلة، وهشتغل اخر مجموعة عندي هتبقى زي المجموعة دي اللي انا بدأت بيها، اللي هي كان فيها 3 سلاسل في البداية. طبعا انا بعوضهم بعمود بلفة. ادي كده العمود التاني والعمود رقم 3 وعمود اللي هو هيبقى رقم 4 علشان يبقوا الناحيتين زي بعض. او كده الشغل واضح، بس يعني للمبتدئين ركزوا كويس قوي في الخطوة بتاعت البداية. ادي 3 عمود وكان في 3 سلاسل واتنين فاصل وتلات اعمدة واتنين فاصل وتلات اعمدة واتنين فاصل، وفي النهاية 4 اعمدة علشان يبقى زي البداية بتاعت السطر. ارتفع للسطر الجديد 1 2 3، 3 سلاسل ارتفاع، وهبتدي اتنقل. طبعا عندي هنا 3 فراغات زي ما انتوا شايفين ما بين المجموعات، مجموعات الاعمدة. هدخل كده في اول فراغ هيقابلني من التلاتة، وهبتدي اشتغل صدفة عمود 2 كده 3، وبس كده 3 عمود و2 سلسلة فاصل، وهرجع تاني في نفس المكان او في نفس الفراغ وهشتغل 3 عمود. ادي عمود 2 وكده رقم 3. الصدفة معنا في الغرزة دي شكلها رائع وجميل، وإضافة جميلة بصراحة للغرزة. ادي الصدفة ودي بتبقى ثابتة معنا، وهنا الصدفة مش في بداية السطر وفي نهايته بس. ارتفع سلسلة واحدة وهروح على الفراغ ده اللي هو التاني هشتغل نفس الصدفة، هتبقى ثابتة معايا في بداية السطر ومنتصف السطر وفي نهاية السطر نفس الصدفة. طبعا زي ما بشتغل كده ادي العمود التالت واتنين سلسلة فاصل وكمان 3 عمود بلف. لسه طبعا هنشتغلها كتير مع بعض، بس شكلها هو كده ثابت، وبرده كل الارقام انا كاتبها لكم فوق على الشاشة. هي دي كده الصدفة بتاعتي، 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. هشتغل فاصل سلسلة واحدة وهلف الخيط واروح هنا للفراغ التالت، هكرر نفس الصدفة دي بنفس الطريقة، عمود 2 وادي العمود رقم 3 وعندي فاصل 2 سلسلة، وهرجع تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان 3 عمود بلف.
ادي كده العمود رقم 2 واخر حاجة العمود رقم 3 وبس كده خلصت الصدفة. خلوا الأعمدة شغلها عادي جدا، مش مشدودة ولا مستريحة. تعالوا ننهي السطر ده. فاكرين كنا بدأنا هنا بثلاثة سلسلة، انا هعوضهم الناحية التانية هنا بعمود بلف. بلف الخيط وهشتغل العمود بلفة هنا. ادي الأعمدة قدامي واضحة، انا هروح على طول على السلاسل اللي في النهاية دي. يعني لو حبيتوا تعدوا 1 2 3 وبعد، او هنا خلينا نقول بقى في الرابع اهو، شايفين في السلسلة الثالثة من الثلاث سلاسل دول، او لو هتعتبرهم العمود الرابع بندخله بنشتغل عمود بلف اهو. شايفين كده الناحيتين زي بعض بالظبط. ارتفع 1 2 3 للسطر الجديد وبلف الشال، والبداية دايما في اول كل سطر هتبقى هي دي 3 سلاسل وعلى طول الصدفة. هدخل هنا كده في فراغ الصدفة وهشتغل نفس شكل الصدفة. وممكن برضو شوية كده واحنا شغالين نبقى نختصر، يعني اشتغلها وارجع لكم. يبقى كان عندي كده في السطر اللي فات صدفة سلسلة صدفة سلسلة صدفة. السطر ده برضو بدأته بالصدفة وهشتغل البداية بتاعتي في السطر ده برضو. هرتفع سلسلة واحدة بس، ايه دي السلسلة، وهلف الخيط وهروح هنا في المكان ده في الفراغ ما بين الصدفتين تحت فاصل السلسلة. هدخل كده وهشتغل هنا في عبارة عن عمود 4 سلسلة. على فكرة ده اول سطر من سطور التكرار بتاعة الغرزة. وبعد كده في نفس المكان عمود بلف، والفي دي ثابتة معانا، يبقى كده الفي بتاعتنا عمود 4 سلاسل عمود. لسه هنشتغلها كتير مع بعض. سلسلة واحدة وهلف الخيط واروح هنا، انا هنا فوق الصدفة بشتغل صدفة وهتفضل ثابتة معايا كده لحد نهاية الشال. بدخل هنا في المكان ده وهشتغل نفس شكل الصدفة. وبس كده خلصت الصدفة اللي في منتصف الشال او في رأس المثلث. ده الشكل لحد دلوقتي. هشتغل طبعا الناحية التانية زي ما اشتغلت الناحية اليمين، سلسلة واحدة بس فاصل، والف الخيط وهدخل هنا تحت فراغ السلسلة وهكرر. يعني شايفين نفس الفي دي هشتغلها، هتبقى مقابلة ليها الناحية التانية، عبارة عن عمود بلفة وسلسلة 2 3 4، وفي نفس المكان بشتغل كمان عمود بلف، عمود 4 سلاسل عمود. يبقى كده عندي في الناحية دي وفي الناحية التانية، وهكمل بنفس الطريقة. بشتغل سلسلة واحدة بس فاصل، والف الخيط واروح هنا في فراغ الصدفة وهشتغل نفس شكل الصدفة اللي تحتها. كده احنا خلصنا السطر بس لسه ما قفلناهوش اهو. شايفين كده الشكل، الصدفة دي ثابتة معايا ودي ثابتة معايا، واللي في المنتصف كمان هتفضل ثابتة معايا. فعايزين نقفل هنا السطر علشان نبدأ للسطر الجديد، فلازم اقفله زي ما بدأته. شايفين في ال3 سلاسل دول انا بدخل في السلسلة الثالثة، يعني بلف الخيط ودي 1 2 وبدخل في الثالثة. ويعني انا من هنا عديت من عند السلاسل، انتوا ممكن تعدوا من عند الأعمدة تدخلوا في العمود الرابع، او يعني تعدوا العمود الثالث وتدخلوا في اول حلقة هتقابلكم. برتفع بعد ما اشتغلت عمود بلفة، برتفع 3 سلسلة وبلف الخيط وهدخل هنا في فراغ الصدفة وهشتغل نفس شكل الصدفة بسرعة كده. خلاص كملت الصدفة، 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. ونبدأ السطر بتاعنا. اول حاجة سلسلة واحدة في البداية بعد الصدفة على طول، هروح على طول هنا جوه الفي، اهي واضحة جدا انا عندي في واحدة، هدخل جواها وهشتغل أعمدة بلفة. تعالوا كده نعد 1 2 3، ويدي كده 4 5، ويدي العمود رقم 6، احنا عايزين نكملهم 9، وكده رقم 7، ويدي كده 8، وآخر حاجة العمود بلفة رقم 9. عايزين نشتغل جوه الفي 9 عمود بلف ويبقوا متوزعين كده واخدين شكل جميل. سلسلة واحدة وخلاص كده
مفيش شغل تاني هنا، انا هروح على فراغ الصدفة، هي نفس الصدفة هشتغل، وادي الصدفة خلاص اشتغلتها، الصدفة شكلها ثابت معايا سواء على البداية او في النهاية او في المنتصف، سلسلة واحدة بعدها وهدخل هنا جوه الفي، هكمل الأعمدة دي او هكرر يعني الأعمدة دي، هنكملهم برضو 9. واخر عمود رقم 9، 9 عمود بلف، ايديكوا تلف كده مع الفراغ بحيث ان انتوا تلاقوا الأعمدة متوزعة في الناحيتين كده واخدين شكل حلو. بعد كده بشتغل سلسلة واحدة، يا ريت متنسوهاش، وبلف الخيط وهنا في فراغ الصدفة، وخلاص كده خلصت الصدفة بسرعة علشان بس وقتنا، يعني علشان ما نضيعش وقت الفيديو كده في خطوة مكررة وبنكررها كتير. ادي كده الشكل بتاع السطر، هنقفله دلوقتي، احنا خلصناه بس لسه ما قفلناهوش، هنقفله زي نهاية كل سطر، بلف الخيط وادي السلاسل قدامي، انا عايزة اروح للسلسلة التالتة، 1 2 3. وطبعا وانتوا شغالين يعني كل الخطوات دي مش هتاخد وقت معاكم خالص، انا بس بعدت كده بالتفصيل علشان نوضح تفاصيل الغرزة. بعد ما اشتغلت كده عمود بلفة برتفع 3 سلسلة للسطر الجديد، وبلف الخيط وبدخل هنا في فراغ الصدفة، وهبدأ اشتغل نفس الصدفة في بداية السطر، وخلاص كده خلصت الصدفة اللي في بداية السطر. سلسلة واحدة، وهبتدي هنا اروح على 9 اعمدة على طول، ادي 9 عمود هبتدي اشتغل عليهم، هبتدي كده من عند اول عمود هشتغل عمود بلفة، وعندي سلسلة واحدة بس فاصل، وهروح على العمود اللي بعده على طول، انا مش هفوت ولا عمود في التسعة، ادي العمود اللي بعده، بالتالي هيبقى عندي برضو 9 عمود بلفة، ادي عمود وسلسلة، يعني انا كل اللي بعمله ان انا بشتغل سلسلة فاصل ما بين كل عمود والتاني، لكن بيفضلوا 9، ادي سلسلة وبنفس الطريقة عمود بلفة وسلسلة، ولف الخيط وعلى العمود اللي بعده على طول، وهكذا لازم العدد يفضل معايا 9 زي ما هو، عمود سلسلة عمود سلسلة، ادي عمود وسلسلة، وعلى العمود اللي بعده اشتغل عمود وسلسلة، وادي العمود اللي بعده اللي هيبقى رقم 8 بشتغل عليه عمود وسلسلة، واخر حاجة العمود رقم 9 بدخل كده وبشتغل عليه عمود بلفة، وكده انا كملت الاعمدة بتاعتي 9. وتعالوا برضو نعدهم قبل ما نتنقل للخطوة اللي بعدها، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عمود بلفة، بشتغل سلسلة واحدة بس، وهتنقل على طول، ادي الصدفة اللي في منتصف الجال او في رأس المثلث، خلاص كده سريعا اشتغلت الصدفة، ارجع افكركم بيها، 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، ادي الشكل لحد دلوقتي. وهنا طالما هتتنقل للناحية التانية هنشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه في الناحية اليمين، هنبدأ اول حاجة بسلسلة واحدة، وهرجع لف الخيط وهكرر تاني، هروح على 9 عمود بنفس طريقة العمل هنا، هكررها الناحية التانية، ونبدأ من عند أول عمود، وادي الأعمدة عندي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عمود بلف، وخلصنا شغل في السطر، فاضل بس هنقفله، اهو ده الشكل، عندي مروحة طبعا في كل ناحية، بس بشتغل سلسلة واحدة وخلاص كده، هلف الخيط واروح هنا في فراغ الصدفة وهشتغل نفس شكل الصدفة، خلاص احنا عرفنا بقى هنقفل ازاي السطر، هخلص السطر ده وهبدأ للسطر الجديد، خلاص انا دلوقتي قفلت السطر وبدأت هنا للسطر الجديد، يعني انا لما سبتكو كملت هنا الصدفة وقفلت بعمود بلفة وارتفعت من نفس المكان 3 سلاسل، وابتديت الصدفة بتاعتي او ابتديت السطر بصدفة جديدة في بداية السطر. بعد ما اشتغلت هنا الصدفة هشتغل سلسلة واحدة بس، وهلف الخيط وهبتدي اروح برضو على المروحة لسه مكملة شغل فيها، هبتدي برضو من عند اول عمود هشتغل عليه عمود بلفة، بعد كده هشتغل 1 2 3، وهرجع لف الخيط، وهنا بقى خلي بالكو هفوت عمود واروح على اللي بعده وهشتغل عليه عمود بلفة، وتاني 1 2 3، وبنفس الطريقة هلف الخيط افوت عمود واروح على اللي بعده وهشتغل، تمام كده احنا شغلنا على 9 اعمدة، ادي كده وصلت لحد 3،
بشتغل 3 سلسلة فاصل ومكملة بنفس الطريقة، افوت عمود واروح على اللي بعده واشتغل عليه عمود بلفة، 1 2 3، واخر حاجة هلف الخيط هفوت عمود اوريدي انا خلاص كده وصلت عند اخر عمود اشتغل عليه عمود بلفة. او شايفين كده الاعمدة شكلها واضح جدا والشغل سهل، ادي عمود 2 3 4 5، 5 عمود فوق ال9 عمود، ما بين كل عمود والتاني 3 سلسلة فاصل، بشتغل سلسلة واحدة بس. وانا وصلت هنا عند منتصف الشال هبتدي اشتغل صدفة، سريعا كده اشتغلت الصدفة اللي في منتصف الشال، نوسع كده وهبتدي الناحية التانية وهكرر نفس الشغل اللي اشتغلته في الناحية اليمين. ده من جمال شغل برضو الشال المثلث، سلسلة واحدة وبلف الخيط وبكرر نفس الشغل. هنا نبدأ من عند أول عمود نشتغل عليه عمود بلفة، واضح جدا، 1 2 3 4 5، وادي الشكل، غرزة في منتهى البساطة. بشتغل سلسلة واحدة وبروح هنا في فراغ الصدفة وهشتغل نفس شكل الصدفة. هنا قفلت بصدفة وقفلت بعمود بلفة بعدها وارتفعت 3 سلاسل وبدأت الصدفة، عشان برضو لو في مبتدئين كده بيتابعوني فلما اسيبكم وارجع لكم اقول لكم انا اشتغلت ايه ونكمل مع بعض. دلوقتي بقى احنا خلاص خلصنا السطور بتاعة الغرزة، هنكرر السطر ده اللي هو سطر الفي، نبدأ تاني نكرره مع التزايد وتبقى الغرزة بتاعتنا من تكرار 4 سطور. نبدأ تاني نشتغل السطر بتاع الفي. اول حاجة هبتدي ارتفع سلسلة واحدة وبعد الصدفة طبعا، وهروح هنا في المكان ده، ملاحظين المكان ده ملوش علاقة بالفراغات اللي هي كانت فوق المروحة، ده اللي بعد الصدفة على طول، فراغ سلسلة واحدة. في المكان ده هدخل وهشتغل شكل الفي بتاعنا زي ما هو، عمود 1 2 3 4، وفي نفس المكان عمود بلف، شكل الفي ثابت، عمود 4 سلاسل، عمود اشتغلناها هنا بعد الصدفة على طول تحت فراغ السلسلة. شايفين الفراغات عندي اهي 4، انا ما جيتش لسه ناحيتها. بعد كده هروح على اول فراغ يقابلني من الاربعة وهشتغل عليه غرزة حشو. انا هنا بقى هكون فراغات، بعد الحشو على طول هرتفع 1 2 3، وهروح على الفراغ التاني وهشتغل عليه حشو، وتاني 1 2 3، وعلى الفراغ اللي بعده هدخل بشكل حر كده وهشتغل حشو، بعد كده 1 2 3، وعلى الفراغ اللي بعده والاخير اشتغل حشو. يبقى احنا كده كوننا كام فراغ فوق المروحة؟ اهو شايفين كده الفراغات 3، الاول ده بتاع الفي علشان بس ما تتلخبطوش، ابتديت بالصدفة وسلسلة، بعد كده اشتغلت الفي اللي هي عمود 4 سلاسل عمود، على طول اشتغلت الحشو وثلاث سلاسل وحشو وثلاث سلاسل وحشو وثلاث سلاسل وحشو، وكونت كده فوق المروحة 3 فراغات. على طول هلف الخيط وهبتدي اروح هنا قبل الصدفة اللي في منتصف الشال على طول برضو تحت فراغ السلسلة وهشتغل في. التزايد بيتم كده، طالما قلنا في يبقى احنا بنشتغل عمود 4 سلاسل عمود. ده شكل الفي في الغرزة بتاعتنا اهي واضحة. بعد كده سلسلة واحدة بس وهلف الخيط، وصلت هنا للصدفة اللي في رأس المثلث او منتصف الشال هشتغل فيها نفس شكل الصدفة، اهو ده الشكل لحد دلوقتي، ادي في ودي الفي التانية زي الفي دي، بس احنا طبعا بنتزايد. دلوقتي انا هشتغل الصدفة دي وارجع لكم. خلاص كده اشتغلت هنا الصدفة اللي في منتصف الشال وابتدي اشتغل هنا زي الناحية دي بالظبط بنفس الطريقة، عندي 2 في فهشتغل هنا برضو 2 في. اول حاجة بنعملها بنشتغل سلسلة واحدة بس بعد الصدفة وبلف الخيط وهدخل هنا هشتغل في، هتبقى مقابلة للفي اللي اشتغلتها قبل الصدفة، عمود 1 2 3 4، وفي نفس المكان عمود، ادي الفي على طول من غير اي سلاسل، خلي بالكم مش بنشتغل هنا سلاسل، بروح كده على الفراغ وبشتغل حشو وارتفع 1 2 3، وعلى الفراغ اللي بعده بتاع المروحة هشتغل حشو 1 2 3، على الفراغ اللي بعده اشتغل حشو 1 2 3، واخر فراغ عندي في الاربعة بشتغل حشو
وبرضو رجعت تاني كونت 3 فراغات فوق المروحة. ادي 1 2 3 زي الناحية التانية. شايفين الغرزة ماشية بمنتهى البساطة، ادي شكل الفي، دي اول في طبعا عندي في الناحية دي، وهدخل هنا جنب الصدفة على طول تحت فراغ السلسلة وهشتغل الفي 4 سلاسل، وفي نفس المكان بشتغل عمود بلف. يبقى انا كده في السطر كله بشتغل طبعا سلسلة قبل ما اقفل، في السطر كله معايا 4 في، وهشتغل نفس شكل الصدفة. خلاص كده قفلت هنا السطر وبدأت للسطر الجديد ماشيين بنفس التكرار، قفلت هنا بصدفة وعمود بلفة بعدها، ورجعت ارتفعت 3 سلاسل وبدأت السطر الجديد بصدفة. هكرر السطر ده اللي اشتغلنا فيه 9 عمود بلفة جوه الفي، في المكان ده هبتدي اشتغل جوه الفي. بنشتغل على طول، بس ما تنسوش في الاول بنشتغل بعد هنا الصدفة ما اشتغلتها، بشتغل سلسلة 1 فاصل، وببتدي على طول اروح على الفي وهشتغل الاعمدة بسرعة. كده كملت الاعمدة اللي عندي 9 جوه الفي. لو حابين تعدوا وقفوا الصورة وعدوا وانا كاتبه لكم الارقام برضو. شايفين هنا عندي 3 فراغات، على طول من غير اي سلاسل هروح على اول فراغ وهشتغل عليه غرزة حشو. انا بشتغل تناقص على الفراغات، وادي 3 سلاسل، وعلى الفراغ اللي بعده اللي هو التاني بشتغل غرزة حشو، وهرجع تاني ارتفع 1 2 3، وعلى الفراغ التالت هدخل وهشتغل غرزة حشو. كده التناقص ماشي صح، تناقص يعني الفراغات عددها بيقل. ادي هنا الفراغات كانت عندي هنا، بصوا 1 2 3 فوقهم في 1 2، ولسه هيبقى في فوقهم فراغ واحد، هو ده التناقص اهو. شايفين الشكل مظبوط. بعد كده من غير اي سلاسل على طول هلف الخيط وهدخل هنا جوه الفراغ بتاع الفي تحت ال4 سلاسل يعني، وهشتغل 9 عمود بلف، هكملهم 9 زي دول بالظبط بنفس الطريقة. سريعا كده هشتغلهم. خلاص كده كملت الأعمدة اللي عندي 9، ودي هتبقى المروحة التانية معايا في السطر. ادي الأعمدة 9، في هنا فراغين ما بينهم، علشان نراجع بس كده الخطوات خطوة بخطوة. وصلت هنا المنتصف الشال، هبتدي اشتغل الاول طبعا سلسلة واحدة بنشتغلها، وبدخل هنا وبشتغل نفس شكل الصدفة بسرعة كده هكملها. بعد ما خلصت الصدفة اللي في منتصف الشال، دايما قبلها بيبقى فيه سلسلة وبعدها سلسلة، فانا هكرر نفس الشغل ده هكرره الناحية التانية. اول حاجة بنبدأ بيها سلسلة، وبلف الخيط وهدخل هنا جوه الفراغ بتاع الفي وهشتغل هنا 9 عمود. كملت الأعمدة اللي عندي 9، وهيقابلني على طول ال3 فراغات دول اللي هم فوق المروحة، هشتغل عليهم تناقص. ادي الفراغات واضحة، الفراغات 1 2 3 فوقهم 1 2، على طول بلف الخيط وبروح هنا على الفيو، بكرر نفس الشغل اللي بدأت بيه هنا زي دول بالظبط، دي المروحة المقابلة لي. خلاص كده اشتغلت الأعمدة اللي عندي 9، 9 عمود بلف، برضو في فراغين ما بين المروحتين، وهنقفل السطر سلسلة. قبل ما بنقفل السطر بلف الخيط وهدخل هنا فراغ الصدفة وهشتغل نفس شكل الصدفة. قفلت كده السطر وبدأت كمان للسطر الجديد، ادي الصدفة اللي انا بدأت بيها السطر بتاعي، وهبتدي اكرر السطر ده اللي اشتغلنا فيه عمود سلسلة عمود سلسلة على ال9 اعمدة، وبرضو كل ما بيقابلنا الفراغات بنتناقص فيها. اول حاجه بعد ما خلصت الصدفه بشتغل سلسله وبلف الخيط وبكرر نفس الشغل على الاعمده، وبنبدا من عند اول عمود من 9 اشتغل فوق عمود بلفه، نفس الشغل ده هكرره تاني فوق ال9 اعمده. ادي سلسله وعلى العمود اللي بعده على طول، وخلوني كده سريعا هكملهم عمود سلسله عمود سلسله لحد نهايه ال9 اعمده. خلاص كده خلصت شغل،
ادي الأعمدة عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عمود فوق ال9 عمود. خلي بالكم من غير اي سلاسل، هنا مفيش السلسلة الفاصل مش بنشتغلها، انا على طول بروح على الفراغات. ادي الفراغ الاول من الفراغين اللي عندي بشتغل حشو، بعد كده هرتفع 1 2 3، وعلى الفراغ التاني هدخل وهشتغل حشو. بس كده انا بقى عندي هنا فراغ واحد بس. ادي كده الفراغات 1 2 3، وهنا 1 2 وفوقهم واحد وبس. كده خلصنا تناقص، هلف الخيط وعلى طول هروح على ال9 أعمدة. ادي ال9 أعمدة واضحين، خلي بالكم ما تتلخبطوش علشان السلاسل ما نعدهاش مع الأعمدة. خلاص كده خلصت شغل على الأعمدة، وتعالوا برضو نعدها مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عمود بلف. يبقى انا في الجانب ده شغال على مروحتين، وفي هنا ما بينهم فراغ واحد بس لحد دلوقتي. وتعالوا نكمل السطر. وصلت هنا لمنتصف الشال، طبعا الصدفة دي قبل ما بشتغلها اللي هي في منتصف الشال ببتدي اشتغل قبلها سلسلة واحدة بس، وبلف الخيط وبدخل هنا في فراغ الصدفة وبشتغل صدفة جديدة بسرعة هشتغلها، وهكرر الجانب ده. خلاص كده انا اشتغلت الصدفة اللي في منتصف الشال، وهبدأ شغل تاني على المروحتين اللي في الناحية الشمال، سلسلة واحدة بعد الصدفة وبلف الخيط وهبدأ شغل على ال9 أعمدة دول، برضو هشتغل عليهم عمود سلسلة عمود سلسلة بسرعة. كده خلصت شغل على الأعمدة، طبعا انا اشتغلت 9، خلاص بقى مش محتاجين نعد. بعد ما خلصت الأعمدة هنا هيقابلني فراغين هشتغل عليهم تناقص. على الفراغ الأول هشتغل حشو، بعد كده 1 2 3 هدخل على الفراغ التاني واشتغل حشو. ادي الفراغات عندي بقت واحد بس، 1 2 3، وادي هنا فوقهم 1 2، وبعد كده فراغ واحد بس اتبقى عندي. وتعالوا نكمل شغل هنا، بلف الخيط على طول على الإبرة من غير أي سلاسل، وبروح على ال9 أعمدة دول هشتغل برضو عليهم عمود سلسلة عمود سلسلة. دي سلسلة وهكملهم لنهايته. وكده خلاص خلصت شغل على الأعمدة، عندي هنا فيه 9 أعمدة ما بين كل عمود والتاني سلسلة فاصل، وبرضو فيه فراغ واحد بس ما بين المروحتين. هننهي السطر بشتغل سلسلة واحدة بلف الخيط واروح هنا فراغ الصدفة وهشتغل صدفة جديدة هنا في نهاية السطر. وده شكل السطر بتاعي لحد دلوقتي، احنا ماشيين في التكرار بتاعنا والتزايد ماشي بمنتهى السهولة. قبل ما انهي السطر عايزة اكد معاكم على حاجة، انا عندي الصدفة اللي في المنتصف دي قبلها سلسلة وبعدها سلسلة، دي ثابتين عليها، وبرضو هنا بعد هنا الصدفة اللي في البداية في سلسلة، والصدفة اللي في النهاية قبلها بيبقى فيه سلسلة، دي ثابتة معانا دايما زي ما انتوا شايفين. انا هقفل السطر دلوقتي وهبدأ للسطر الجديد وارجع لكم نكمل مع بعض. خلاص كده قفلت السطر هنا وبدأت للسطر الجديد، بدأت طبعا بصدفة بنفس طريقة العمل، 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، وهكرر دلوقتي السطر ده اللي اشتغلت فيه عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وده اخر سطر فيه سطور التكرار، وبنرجع تاني نكرر سطر الفي. بس تعالوا نكمل، بعد الصدفة هنا ببتدي اشتغل سلسلة واحدة بس وبلف الخيط، وهروح هنا عندي الأعمدة 9 بداية من أول عمود اللي هو رقم واحد، بدخل كده فوقه وبشتغل عليه عمود بلفة، 1 2 3، وارجع لف الخيط وافوت عمود واحد بس واروح على التاني واشتغل عمود، وارجع اكرر تاني 3 سلسلة، وهمشي بنفس الطريقة على ال9 أعمدة اكرر الشكل ده. وبسرعة كده خلصت شغل هنا على المروحة دي، يبقى كده الأعمدة اللي عندنا هنا 1 2 3 4 5، ومن هنا عايزين نبدأ نأسس لمروحة جديدة. فأنا بشتغل هنا سلسلة واحدة بس وعندي فراغ واحد زي ما انتوا شايفين، هعدي الفراغ ده خالص وهروح على طول على المروحة بنفس الطريقة، هبتدي اشتغل من عند اول عمود. طبعا احنا بنشتغل 5 5 أعمدة فوق ال9، ادي عمود اهو شايفين المكان ده بيفضل فاضي كده، ده مكان جديد هيبقى لمروحة جديدة السطر اللي جاي، 3 سلسلة
فوت عمود واروح على اللي بعده وماشي بنفس الطريقة بتاعتي فوق المروحة بسرعة كده هكمل. وخلاص كده خلصت شغل الأعمدة خمسة اهو. ده بيبقى الشكل الأعمدة كده، بتبقى اللي بيبقى السطر كله أعمدة ورا بعضها بالطريقة دي. بعد ما خلصت شغل على المروحة برتفع سلسلة واحدة وبشتغل هنا الصدفة في منتصف الشال سريعا كده اشتغلتها، ودي شكل السطر. سلسلة واحدة بعدها وبروح على التسع أعمدة وبشتغل عليهم نفس الشغل، ببتدي كده من عند أول عمود، عمود ثلاث سلاسل، اجي افوت عمود واروح على اللي بعده وبشتغل نفس الشغل. وهنا خلاص خلصت الشغل برضو على المروحة. المفروض بنشتغل خمس أعمدة سلسلة واحدة لأن احنا هنبتدي نأسس لمروحة جديدة. بفوت هنا الفراغ ده مفيش شغل عليه وببتدي على طول شغل على المروحة اللي بعدها، يعني هي السلسلة بس الفاصل ما بين شغل المروحة والتانية. ادي تلات سلاسل وهكذا. خلاص برضو خلصت هنا الخمس أعمدة فوق المروحة. السطر ده كل اللي بيبقى باين فيه في السطر كله هو شغل العمود ثلاث سلاسل، عمود ثلاث سلاسل. ادي سلسلة وهقفل هنا السطر بصدفة في نهاية السطر. نفرد كده الغرزة، جميلة قوي وبسيطة قوي والفراغات بتاعتها معقولة ومتوزعة. ادي كده السطر ده خلصناه، ده اخر سطر في الغرزة. وبعد كده بنبدأ تاني نكرر السطر بتاع الفي، بس انا برضو هبدأ في التكرار معاكم. هقفل دلوقتي السطر وابدأ للسطر الجديد. خلاص كده قفلت السطر وبدأت هنا للسطر الجديد بصدفة، وهبتدي اكرر السطر ده اللي اشتغلنا فيه الفي مع التزايد اللي هو زي ده. طبعا عندي هنا 2 في، بعد كده يبقى فيه، طبعا خلينا نشتغل ونشوف، هيبقى فيه عندي هنا في كل جانب هيبقى فيه 3 في. اول حاجة انا اشتغلتها هنا الصدفة، بعد الصدفة بشتغل سلسلة واحدة والفي مكان شغلها هنا بعد الصدفة على طول تحت فراغ السلسلة. يعني احنا بنبعد عن الاربع فراغات بتوع المروحة، دي الاربع فراغات احنا بنشتغل هنا قبلهم. بشتغل شكل الفي عمود اربع سلاسل عمود، وبعد الفي على طول من غير اي سلاسل هبتدي اكون فراغات جديدة. طبعا فوق كل مروحة كنا بنكون ثلاث فراغات. تمام كده بقى عندي هنا اهو فوق المروحة ثلاث فراغات، واحد اتنين تلاتة، وادي الفي قبلهم على طول. بعد ما خلصت التلات فراغات ادي في الاولى، التانية بقى هنشتغلها فوق الفراغ ده اهو. شايفين في المكان ده الفراغ اللي فوتناه اشتغلنا سلسلة طبعا فوقه، تحت السلسلة دي انا هشتغل في جديدة. بنفس شكل الفي عمود اربع سلاسل وعمود في نفس المكان اهو، ده شكل الفي. يبقى كده دي الفي التانية معايا في السطر، ادي الفي الاولى وادي التانية. طبعا انتوا بتكرروا بقى السطور كلها بنفس الطريقة كده مهما زاد عدد الفي. وادي الفراغات اللي قدامي اللي هم اربعة اللي فوق المروحة. كده تمام الفراغات عندنا هنا واحد اتنين تلاتة. خلصت شغل الفراغات وادي المروحة التانية في السطر، خلصت شغل عليها ووصلت لمنتصف الشال. بس طبعا لسه في هنا في المكان ده قبل الصدف على طول بنشتغل فيه. يعني انا بعد ما خلصت تكوين التلات فراغات ادي الفي التانية، هكون الفي التالتة. عمود اربع سلاسل عمود، يبقى كده الاولى وادي
ثلاث فراغات بعدها، ودي بعدها على طول الفي التانية، وبعدها اهي ما بين المروحتين بنشتغل، وبعدها فراغ التاني التالت، وبنشتغل الفي التالتة هنا بتبقى جنب الصدفة على طول في تحت فراغ السلسلة، زي برضو ما اشتغلت هنا الفي دي بنفس الطريقة كانت جنب الصدفة على طول. وطالما خلاص عرفنا الطريقة بتاعة العمل كده بالتفصيل الناحية دي، هشتغل سلسلة وهشتغل هنا في فراغ الصدفة اللي في منتصف الشال، هشتغل الصدفة. خلاص كده اشتغلت هنا الصدفة اللي في منتصف الشال، وكل اللي هعمله ان انا هشتغل في الناحية اليمين او في الناحية الشمال زي ما اشتغلت الناحية اليمين كده بنفس الطريقة. ادي الشكل كده اللي انا اشتغلته، شكل السطر لحد دلوقتي. بعد ما خلصت الصدفة برتفع سلسلة واحدة بس، وبروح هنا جنب الصدفة على طول وهكرر نفس الفي دي، هتبقى مقابلة ليها. وبعد ما بنخلص الفي من غير اي سلاسل بروح على فراغات المروحة وبكون فراغات. سريعا كده كونت الفراغات، ادي حشو ثلاث سلاسل وهقفل كده اخر فراغ. يبقى انا كده اشتغلت ثلاث فراغات فوق المروحة. وهتنقل هنا، او شايفين انا بكرر معاكم بس الخطوة دي علشان ابقى اكدتها معاكم، مكان مروحة جديدة بنشتغله هنا تحت السلسلة ما بين المروحتين. ادي في اللي هي عمود اربع سلاسل وعمود بلفة في نفس المكان، الف الخيط كده وادخل اشتغل عمود. يبقى كده اشتغلت في هنا في جديدة في المكان ده، واضحة جدا. ادي الفراغات اللي انا كونتها، كونت ثلاث فراغات في المكان ده، ادي في وادي الفي التانية، وهكمل شغل. ويبقى كده فاضل لي الفي التالتة، هكون الفراغات هنا فوق المروحة دي. سريعا كده هكونها وخلاص كده كونت، ادي واحد اتنين تلاتة، تلات فراغات فوق المروحة، قبلهم على طول في وبعدهم على طول هيبقى فيه في. بلف الخيط، والفي طبعا اهي بنشتغلها قبل الصدفة على طول، الصدفة اللي في النهاية. عمود وادي اربع سلاسل وعمود. انا عارفة ان كده خلاص تفاصيل الغرزة وصلت كويس ليكم، بس استنوا تابعوا معايا للنهاية. ادي سلسلة وبنقفل السطر علشان لما ارتفع شوية بالسطور تشوفوا شكل الغرزة. انا عايزة بس كده افرد الغرزة وتشوفوا شكلها معايا قبل ما اقفل السطر. ادي شكل الغرزة، عندي في هنا وادي التانية وادي التالتة، يعني في تلاتة الناحية دي وتلات فراغات ما بينهم. احنا بنبدأ دلوقتي في تكوين تكرار سطور جديد، يعني وادي الصدفة اللي في المنتصف وقبلها طبعا تلاتة في وبعدها تلاتة في. وادي شكل السطر. دلوقتي انا هقفل السطر وهبدأ للسطر الجديد وارجع لكم. قفلت السطر هنا وبدأت للسطر الجديد، بدأت طبعا بصدفة، وهنا نبتدي نشتغل سلسلة واحدة بعد الصدفة، وعلى طول هروح جوه الفي وهكرر السطر ده اللي اشتغلت فيه تسع عمود بلفة جوه الفي. بعد ما كملت الأعمدة اللي عندي هنا تسعة، أنا بس هبدأ السطر معاكم، هيقابلني على طول التلات فراغات هشتغل عليهم تناقص. ادي تلاتة وفوقهم اتنين. الخطوة دي خلاص كده مبقاش فيها صعوبة بالنسبة لكم، على طول بلف الخيط وبدخل في الفي التاني على طول او اللي بعدها يعني رقم اتنين، وبشتغل فيها تسع عمود زي دول بنفس الطريقة. وبسرعة كده كملت الاعمدة اللي عندي تسع عمود بلفة جوه الفي، ودي هتبقى المروحة التانية. في هنا فراغين ما بينهم، على طول هتنقل هنا على الفراغات واكمل عليها شغل التناقص. وبعد ما خلصت التناقص خليتهم فراغين على طول هروح على الفي وهشتغل عليها برضو تسعة عمود بلفة. كملت الأعمدة اللي عندي تسعة، ودي المروحة التالتة هنا معايا في السطر ده، او شايفين الشكل كده. عايزة اقول لكم بقى الغرزة دي انهم باي سطر انتوا عايزينه، كل السطور شكلها جميلة باستثناء يعني السطر بتاع الفي. هدخل هنا وهشتغل الصدفة. خلاص كده اشتغلت هنا الصدفة اللي في منتصف السطر
زي ما بقول لكم، هي كل السطور يعني ما عدا السطر بتاع الفي، ادي الفي قدامي على طول هتنقلها بعد السلسلة وهكرر عليها 9 عمود، وهكذا زي ما اشتغلت الناحية التانية. انا دلوقتي هسيبكم وهرتفع شوية بالسطور وارجع لكم نشوف الشكل مع بعض. ودي شكل الغرزة بعد ما ارتفعت شوية بالسطور، او شايفين يعني السطر ده برضو النهاية شكلها حلو للشال لو حابين تنوا بالسطر ده. والقاعدة طبعا مش محتاجة شغل عليها، هي جميلة قوي كده. ده نهاية سطور التكرار عندي، السطر ده حبيت انهي بيه. ممكن في السطر ده تركبوا شراشيب، هتبقى جميلة ولايقة على السطر ده لو ركبتوا هنا الشراشيب. ادي السطور بتاعتي، تزايد ماشي بمنتهى البساطة. ادي هنا انا وصلت لتلاتة مروحة في كل ناحية كده. خلاص خلصنا الفيديو، لحد ما نتقابل في فيديو جديد. هسيبكم في رعاية الله.